في خبر عاجل إلى أن القبض على مواطن أثار الذات الإلهية في جدة. انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشكل كبير جدا يظهر فيه تيك توكر ماجيكس وهو يسيء للذات الإلهية. وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص تويتر. اتهم البعض بالإلحاد، وعلى الفور قبضت الدورات الأمن بمحافظة جدة في السعودية على تيك توكر ماجيكس بسبب سعيته للذات الإلهية وتوثيق ذلك في محتوى مرئي ونشره وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما تم إحالته للنيابة العامة حتى يكون عبرة لكل من تصور له نفسه بعينات الذات الإلهية. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.